صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 8 لسنه 2024 بنقل مدير الى شؤون الجمارك في وزاره الداخليه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه جاء فيه تنقل السيده دلال ناصر شبيب النعيمي مدير اداره الموارد والمتابعه في المحافظه الشماليه في وزاره الداخليه لتكون مديرا لاداره نظم المعلومات في شؤون الجمارك بذات الوزاره.